طول هنبتدي نعمل الشوربه. نحط حله على النار، نقول مقاديرها بقى على ما الحله بتاعتنا تسخن. الشوربه بتاعتنا هتبقى عباره عن كوبايتين لسان عصفور، انا محمراهم، تقدري تحمري كميه مره واحده وتشيليها في اكياس في الفريزر. عندنا كمان صدر فرخه متقطع مكعبات صغيره، بصله متوسطه مفرومه، نص كوبايه جزر متقطع مكعبات، ونص كوبايه بسله، نص كوبايه اعواد من الكرفس متقطعه صغير جدا، ومعلقه كبيره سمنه، مكعب مرقه، وفصين مستكه، وملح وفلفل اسود. دي المقادير، والشوربه دي زي ما قلنا بتعد وجبه متكامله حلوه جدا خصوصا في الصيام. طيب حطينا الحله على النار، وهحط السمنه واخد معانا قطع الفراخ. بسم الله. ومعانا فصين مستكه هنجيبهم نحطهم في البدايه علشان يسيحوا ويدينا ريحه حلوه اهم. ودي قطع الفراخ بتاعتنا، تقدري تزودي قطع الفراخ براحتك الكميه بتاعتها، تقدري تشيليها خالص من الوصفه مفيش مشكله. يلا ننزل بقى بالفراخ بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ونديها تقليبه، وبعد ما نشوح الفراخ هنبدا نضيف البصل. تمام، نشوح بس الفراخ كده. وهنضيف البصل ومعاه البهارات، هحط بس شويه فلفل اسود. وهنطلع فاصل صغير خالص، هنشوح البصل على بال ما ترجعوا لنا. اوعوا تروحوا في اي حته مستنياكم. ورجعنا لكم تاني، وزي ما احنا شوحنا الفراخ وبعد كده شوحنا معاها البصل، وما ننساش ان احنا حطينا فصين مستكه في البدايه. دلوقتي بقى هنزل بالخضار بتاعي. الخضار بتاعي النهارده عباره عن جزر وبسله، وعشان هم متفرزين فما بياخدوش طبعا وقت في التسويه. حط كمان معاهم الكرفس، بس هنا حاطين عودين كرفس مش حاطين الورق بتاعه. تمام، ومكعب المرقه، وهنقلب كله مع بعض. حلو جدا، الريحه طالعه جميله قوي. هنا بقى في حاجه، لو انا الخضار بتاعي فريش اللي هي البسله والجزر، فده طبعا بيحتاج مننا وقت شويه في التسويه. هعمل ايه؟ هغطي الحله واوطي النار واسيبهم بقى ينزلوا البخار بتاعهم ويستووا فيه. ده الخضار عشان لو فريش طبعا بياخد وقت اطول، اما هو عشان متفرز فطبعا ما بياخدش اي وقت خالص، وبقى سهل ان هو يستوي بسهوله يعني بسرعه. هحط على طول لسان العصفور بتاعنا، وزي ما قلنا من الحاجات اللطيفه كمان تقدري تشيليها في الفريزر هي لسان العصفور المتحمر، بينجز وقته، وكمان بيقلل موضوع الماده الدهنيه، لانك انت بتبقي عامله كميه. تمام، بتصفيها وتبتدي تحطيها في اكياس وتحطيها في الفريزر. خلاص كده احنا حاطين فراخ وحاطين مكعب مرقه، فانا هضيف ميه. لو عندك شوربه هتبقى حلوه جدا وهتديكي طعم جميل قوي. ميه وتكون مغليه. بسم الله الرحمن الرحيم. زي الفل. خلاص كده، وحط الملح. احنا حطينا فلفل، هحط بقى الملح. ونغطي ونستنى دقيقتين. تمام، وهي بتغلي كده هغطيها واسيبها دقيقتين ثلاثه، واطفي واسيبها بقى مع نفسها، هتكمل تسويتها، ولسان العصفور مش هينشي وهيدينا نتيجه حلوه جدا. وادي لسان العصفور استوى، ونجيب بوله علشان نغرف فيها الشوربه. بصوا حلو جدا، لو لقيتيه شرب الشوربه اللي انت حطيتيها ممكن تقدري تزودي كمان شويه من الشوربه او شويه من الميه المغليه. تمام، ودي الشوربه حلوه جدا زي ما قلنا، عايزه فيها كميه سوائل اكتر، حط لها شويه ميه مغليه كمان.
هي طبعا لسان العصفور شد الشوربه كلها اللي احنا حطيناها،